كيف وصلوا العمالقة؟ الجدار ارتفاعه 4 متر. واو، فعلا منظر عجيب. ما ودي أخرب اللحظة، بس فعلا مو بشايفة شيء. تتوقعون تبع موسم الرياض ولا وشو؟ واو، ميزانية والله. ماما أبي أصور معه. خل أسوي تغطية بسناب شات. ها، وقف التصوير، احترموا خصوصيتي، برفع عليكم قضية. أو تصدقون بكسر جداركم. هيا الجدار انكسر، العمالقة بيدخلون. كيف يدخلون بدون إقامة؟ طيب طلعوا فيزا على الأقل. الله، أخيرا وصلت لمدينة الحلويات. لازم نهرب بسرعة، بس قبل بشتري لك كوفي أروق. هنوف، وين رايحة؟ بعت بذيك الجهة اللي طاح فيها الكعب. اللي يوصل أول هو الفايز. نورة، مو بوقتك أبد. هذا جزايد قاعد أحاول ألطف الجو. يا ساتر، كعب العملاق طاح على بيت الجيران. يا رب بيتنا ما جاء شيء. يما، إيش صار؟ العمالقة كسروا البيت. لا صراحة، المقاول ما بناه زين. كيف احنا تعوني داخلين، ما صمينا حتى. هنوف خلاص اتركيني وروحي، حتى لو قدرتوا تطلعوني رجليني تكسرت، ما عاد اقدر امشي. اما طيب وين شحنتي؟ المفروض المندوب وصلها الحين. ما ادري، اكيد تحت الانقاض. لا مستحيل، طبعاً تشيكين لو هي جنب رجلينك المكسرة. طيب على الاقل مثلي انك حزينة عشاني. لا جالسة امر بمرحلة انكار، بعدين بصيح لا تخافين. نورة ساعديني نطلع الشحنة، وامي على الطريق. ما أقدر، أضافني التركيبة بتطيح. أوه يا ربي، نسيت أمر علم عبد الله. هنوف خلاص أهربي، لا تحاولين تنقذيني، أنجي بنفسك. وأنا تبغيني أهرب بعد وأنجو بحياتي؟ لا، أنت اجلسي طلعيني الله يعافيك. يا أبو فيصل خذ البنات وأهرب. لا طبعا، راح أنقذكم كلكم وأصير الهوكادي. ترى ممكن شيء متمحور حولك. سوف أهزم العمالقة بقوة الصداقة. واضح مات بالصداقة. ما أقدر أواجهها بمستواي هذا، أحتاج أروح أتدرب 35 حلقة. تعديل بسيط بالخطة، بسحب عليك وأنقل أطفالك بس. أي أطفال؟ ذولي أطول مني. معليش بناتك ثقيلات، بروح أدور ناس نحاف أنقذهم. يا مرام، لا شحنتي أمي. هذا سريرك الجديد. لا تركيها، بدل الصراخ هذا روح انقذيها. لا تركيها. تلحف حبيبتي لا تبردين. لا، العمالقة هجموا على الأسوار، البشرية في خطر. حقين، كم مرة قلت لك ممنوع تنامين بالفصل؟ ما كنت نايمة، بس غمضت ونسيت أفتح عيوني. ما شاء الله، معناها مركزة مع الدرس. يلا جاوبي، 90 زائد 90 كم؟ 180. لا غلط عليك. إلا أستاذة صح عليها. فعلا العلم تطور، على أيامنا 90 زائد 90 يساوي 200. كله من العملاق المؤسس. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف.